طبعا احنا في محافظة البصرة، عمل مؤسسة البيت العراقي الإبداع هي رعاية الأطفال، رعاية تعليمية ورعاية صحية، إضافة إلى بعض المناشدات اللي تجينا على أطفال اللي هم بدون أهل، اللي يعني حقيقة أنه باقين بالشارع، فنحتويهم في دار المؤسسة في محافظة بغداد تحت إدارة الأستاذ هشام الذهبي. الأشخاص اللي الأطفال اللي عندنا محافظة البصرة 450 وأكثر متكفلين برعايتهم الصحية والتعليمية، إضافة إلى الأطفال اللي داخل الدار في محافظة بغداد. حقيقة فعالية رفدت روح التعاون، فرحت الأطفال والجانب النفسي للأطفال، حقيقة احنا عندنا جدا جدا مهم. ما بتعرف ونحن صرح سياحي جديد على المدينة، حاولنا هيك بمجهودنا نكون قيمة إضافية للبصرة وللمجتمع البصري بشكل عام، وكمان واحدة من التزاماتنا هي نزرع الفرحة بقلوب هالأطفال اللي هي عندها أوريدي معاناة، وإن من دار الأيتام للسيد هشام الذهبي، فاجتهدنا نحن وياه لحتى نكون عم نشارك هالأطفال بهالحدث، نوعا ما نطلعهم من جو الستراجلز اللي هن عم يواجهوها، وكذلك كمان يعيشوا نوع من الترفيه بأوطاننا. بالنسبة لنا اليوم أنا كأحد الشباب اللي بجهد متطوع أيضا مع البيت العراقي من ضمن البرنامج التعليمي كمعلم، أنه أنا واجب اليوم فقرات أنه النشيد، أقوم فقرة النشيد من خلال التدريبات اللي موجودة بالقراءة وغيرها الأشياء التربوية الموجودة باليوتيوب، فأختار الأشياء اللي تفيد الأطفال. وبما أنه إحنا جاي نشوف الأطفال جاي تتوجه توجهات تيك توك وغيره، أكو برامج غير محظورة، فاليوم إحنا كشباب هنا جاي نحاول نهيئ الطفل ونحاول نوفر هاي الأجواء اللي لازم يشوفها الطفل ويعيشها. فاليوم برنامجنا هو نقدر نقول برنامج تعليمي تثقيفي صحي أكثر من ما هو برنامج نقول ترفيهي، فنتمنى أنه نقدر نقدم لهاي الأطفال أكثر، ويا رب يبارك بهذا العمل والأعمال الأخرى الجاية. راح شلونك؟ الحمد لله. شنو اسمك؟ أمير. أمير ايش قد عمرك؟ 11 سنوية. منو جاي اليوم؟ بيتي. شنو حافظ؟ حافظ نشيد؟ اي. شنو حافظ؟ أمي. تقدر تحكي لي؟ نعم. اوكي. أمي أحب الناس لي أمي، ومن الروح تفتيني، فكم من ليلة القامة على المهدي تقطيني، بصوت هادي العذب من انشاد تقطيني، تخاف علي من برد وان حر تحميني. شكرا. عفوا. شنو اسمك؟ منتظر. منتظر ايش قد عمرك منتظر؟ 10. يا صف الرابع. شاطر لو كسوني؟ لا شاطر. شاطر؟ ويا منو جاي اليوم؟ يا بنت خالي. متونس ولا لا؟ متونس. هدايا. هدايا. بالمؤسسة هناك شو تعلمونكم؟ رسم ورياضة. شنو اسمك؟ زينب. زينب. ويا من جاية اليوم؟ جاية ويا معلمتي. حلو. معلمتك وين تشتغل؟ بدار الأيتام. جاية أنا ويا عمودة أشارك فرحة الأيتام وأونسهم ونلعب وياهم.